بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم على شهر رمضان مع الصيام. طبعا شهر رمضان أهله الله علينا بعد ساعات قليلة، نتمنى أن يحله الله علينا بالخير والنعم والبركات سنين عديدة وأعواما مديدة. نتمنى لكم صوما مقبولا إن شاء الله، وصلاة وتراويحا مقبولة بإذن الله. شهر رمضان المسلمين بيستنوه من السنة للسنة. شهر رمضان شهر الراحة النفسية، شهر رمضان شهر الطاعة، شهر رمضان شهر كريم كرمه الله علينا وطلب منا صيامه، وفريضة من الفرائض الخمس التي فرضها الله علينا في الإسلام. طبعا الروماتويد مع الصيام حاجة مهمة جدا وحاجة هنتكلم عليها النهاردة. هل الروماتويد يتحسن بالصيام ولا بيسوء بالصيام؟ وتاني نقطة، الواجبات على مريض الروماتويد في أثناء شهر رمضان. أول حاجة، هل الروماتويد بيتحسن بالصيام؟ الأول إحنا عارفين إن شهر رمضان شهر الراحة النفسية. لما أنت بتصوم شهر رمضان بترتاح نفسيا. إحنا كلنا بنبقى مبسوطين جدا، مفرحانين جدا، بيبقى الواحد في غاية السعادة مع بداية شهر رمضان. بعد شهر رمضان مقرب يخلص وفي آخر الشهر الواحد بيبدأ الحزن يرجع له تاني ويتضايق إن شهر رمضان هيخلص. فشهر رمضان الراحة النفسية والصيام وأداء الفريضة بتحسن نفسية الإنسان. تحسن نفسية الإنسان بيزود في جسمنا حاجة اسمها الأندورفين. الأندورفين ده أو هرمون السعادة بيحسن الألم، بيحسن الوظائف المناعية، بيحسن التهاب المفاصل، بيحسن تورم المفاصل، بيحسن وظيفتك الحيوية عامة. وبالتالي لما بتصوم بيزيد في جسمك حاجة اسمها الأندورفين. الأندورفين ديت بتقلل نشاط الروماتويد. اذا نشاط المرض عندك بيقل في اثناء الصيام، اذا مطلوب من مريض الروماتويد يصوم شهر رمضان. ما يصومش لو عنده مشكله في الكبد، ما يصومش لو عنده مشكله في الكلى، لو يصومش لو عنده مشكله مش قادر يتاقلم مع شهر رمضان. ولكن مريض الروماتويد اللي ما عندوش اي مشكله من المشاكل ديت يصوم عادي، لان مرض الروماتويد عندك ان شاء الله باذن الله هيتحسن في اثناء الصيام. دي أول نقطة لتحسن المرض. طب هل الصيام ممكن ليه يكون ليه أثر سلبي على الإنسان؟ ممكن في نقطة معينة اللي هي مرضى متلازمة جوجرين. متلازمة جوجرين هي متلازمة أو مرض ثانوي موجود مع الروماتويد. كثير من مرضى الروماتويد، نسبة كبيرة من مرضى الروماتويد بيبقى عندهم جفاف في العين وجفاف في الفم. الجفاف ده سببه إن الغدد اللعابية اللي موجودة هنا بتفرز اللعاب في بقك، والغدد الدمعية اللي موجودة هنا بتفرز الدموع في العين. اللعاب ده مهم للكلام، مهم لبلع الأكل، مهم عشان تتكلم وتتحرك وتحرك لسانك جوه بقك وانت بتتكلم. الغدد دي نشاطها بيقف تماما في بعض مرضى الروماتويد في متلازمة جوجرين، وبالتالي ونشاط الغدد الدمعية أيضا بيقل والدموع بتقل، والدموع دي مهمة لتفتيح العين والبربشة وحاجات زي كده. فالغدد دي في رمضان مش بتفرز، فبيحصل لهم جفاف، يحصل لهم مشاكل في بقهم، يحصل لهم التهابات في بقهم، يحصل لهم مشاكل في ضروسهم بسبب تكاثر البكتيريا في أسنانهم. وبالتالي مشكلة الجفاف ممكن تبقى زيادة شوية في رمضان، وبالتالي هنعرف بعد شوية ازاي نحل المشكلة دي. ومن هنا نوصل لنقطة ما هي الواجبات على مريض الروماتويد في أثناء رمضان. أول نقطة، تكتر من الأكل اللي بيخزن المية في جسمك. يعني الخضار والفاكهة أشياء مهمة جدا، خضار والفاكهة، وخاصة مثلا الفول في أثناء فترة في السحور ده يخزن المية في الجسم فيقلل المية اللي بتفقد من جسمك. فتكتر من الخضار والفاكهة، تقلل من الدهنيات والحلويات والسكريات. ناس كتير جدا بتميل إلى السكريات والحلويات في 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 بعض الفطار. لا، احنا لازم نقلل من الحاجات ديت، الدهنيات الحلويات السكريات، نكتر من الخضار والفاكهة. خضار والفاكهة غير انه بيخزنوا المية في الجسم، لا لهم وظيفة تانية، بيحسنوا وظيفة الجهاز المناعي. لما بتكتر في الحاجات ديت بتحسن وظيفة الجهاز المناعي بتاعك. الأكل الصحي، تاكل كل حاجة، تاكل حلويات، تاكل دهون، تاكل كل حاجة، مفيش مشكلة، بس كميات قليلة تقلل. احنا مش بنقول نمنع، نقلل، ولكن نكتر من الخضار والفاكهة، نكتر من الحاجات اللي ممكن تخزن مية في الجسم وتزود المية اللي موجودة في جسمك. فدي نقطة مهمة جدا اللي هي الاهتمام بالأكل، الحاجات اللي تحسن جهازك المناعي. يعني تاكل الأكل الصحي، الأكل المتنوع، كل الأكل اللي يحسن وظيفة الجهاز المناعي عندك. دي أول نقطة بالنسبة للمأكولات والمريض الروماتويد. طبعا مريض الروماتويد ما فيش أكل ممنوع عنه، يعني ما حدش يقول لي لحمة حمراء وبط وفول وحاجات زي كده، لا، مريض الروماتويد كل الأكل مسموح بالنسبة له.
طبعا الناس كتير جدا وزنها بيزيد للاسف في شهر رمضان، وبتزود في الاكلات وبيطلعوا من رمضان وزنهم زياده، ما المفروض ربنا فرض علينا الفريضه ديت عشان نجوع شويه يا جماعه، يعني مش عشان وزننا يزيد. فريت ما حدش وزنه يزيد في رمضان، ما تطلعيش كمريضه روماتويد وزنك زاد له 5 6 كيلو بعد رمضان، وخاصه فتره العيد والكحك والبسكوت والحاجات ديت. فمهم جدا في شهر رمضان المحافظه على الوزن، الالتزام بالنظام الغذائي الصحي. النقطه اللي بعد كده تجنب الاجهاد. كثير من سيدات البيوت اللي عندهم روماتويد تقف في المطبخ طول النهار واقفه على رجليها فتره طويله جدا. الوقفه فتره طويله بتاثر على مفاصل الركب وممكن تعمل تاكل في مفصل الركبه، فتجنبي الوقوف فتره طويله. هاتي لي الكرسي واقعدي عليه في المطبخ، ما تقفيش فتره طويله، ما تاخديش وضع معين لمفاصلك فتره طويله اكتر مثلا من نص ساعه، يعني ما توقفيش اكتر من نص ساعه. الصلاه، بالنسبه للصلاه، الصلاه دي شيء مهم جدا، ولكن لو عندك مشكله في الركب بتاعتك بلاش تصلي في الارض، صلي وانت قاعد على كرسي. تاني الركبه بيزود تاكل الغضريف، بيزود تاكل المفاصل، فدي نقطه مهمه جدا، تجنب اجهاد المفاصل، تجنب اجهاد الايدين، يعني ما تجهدش ايديك كمان، ما تعمليش حاجات بايديك شديده، الحاجات ديت ممكن تعمل تزود تاكل المفاصل وتزود الم المفاصل. تجنب الاجهاد عامه، يعني ما تبذلش مجهود زياده قوي في جسمك، هتفقد عرق، هيحصل لك جفاف، هيحصل لك خلل في الوظائف، ضغطك هينزل، هيحصل لك جفاف البق هيزيد، جفاف العين هيزيد، هتحصل مشكله. وبالتالي تجنب الاجهاد عامه، يعني ما تحاول ما تفقدش ميه من جسمك، ما تعملش اي حاجه تجهد جسمك، تروح شغلك تروح تأدي وظيفتك، ولكن تقلل في المجهود شويه، المجهود العضلي والمجهود البدني والمجهود الذهني، عشان تقلل المفقود من الميه. النقطة اللي بعد كده، احنا ممكن ناخد حبوب اسمها بايسلفون او ترايسلفون او المادة العلمية بتاعتها. البايسلفون ده بيزود المية في الجسم، ان احنا قلنا مرضى الروماتويد معظمهم عندهم جفاف، فلما اخد الاقراص ديت بعد السحور بتزود المية المفرزة من الغدد اللعابية والغدد الدمعية اللي في العين، وبتحسن الجفاف اللي موجود في العين والجفاف اللي موجود في الفم، وبتقلل الاحساس بالعطش وجفاف العين واحساس الرمل او احساس الخشونة في العين بسبب الجفاف اللي موجود في العين. طبعا تقليل الاكل في شهر رمضان ممكن ياثر شويه على الانيميا ويزود الانيميا، وطبعا مرضى الروماتويد كثير من مرضى الروماتويد بيبقى عندهم انيميا مصاحبه للمرض او انيميا المرض المزمن. بننصح المرضى دول ان ياخدوا حديد طول فتره شهر رمضان لتحسين الانيميا وتحسين الوظائف الحيويه وتحسين التركيز، فالحديد مهم جدا. نتمنى لكم صوما مقبولا ان شاء الله. لا تنسونا من الدعاء، لا تنسوا الاشتراك في القناه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.